السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو رأيين بخصوص الفن، واحد منهم يقول الفن للفن، وواحد منهم يقول الفن للناس. خليني أقول لكم أنا شو رأيي. أنا رأيي الفن للناس، لأنه انكتب وانصاغ لأجل المجتمع. ضيفنا لهذه الحلقة لأنه كتب الفن للناس، ما طول بمسيرته الشعرية حتى صار نجم مشهور. كتب هذه اللغة البيضاء جدا، يعني نجح بعدة أماكن، نجح كشاعر شعبي عراقي، ها مو بداخل العراق، لا تعدد قصيدته حدود العراق، ونجح كمقدم لبرنامج شعري ولمقدم فقط أيضا نجح، يعني نجح شاعر ونجح مقدم، بس مو نجح بس مقدم شعر شعبي، لا نجح مقدم ببرامج أخرى. تعالوا من خلالكم نرحب بضيفنا الحبيب، خذوا قلبك مهند العزاوي. يا حبيبي يحزك ويسلمك ويخليك. شنو أخبارك؟ مشتاق لك وفرحان بيك بنجاحاتك. فدوى لعمرك، تارس الميديا ما شاء الله. فدوى لعمرك. شلون هذا؟ فدوى قلبك. شلون يا لابس أسود ليش؟ يقول يا لابس أسود ليش والجلطة سودة؟ ميت حبيب الروح لو هي مودة. فدوى قلبك يا حبيبي. للأمانة تعجبني بيك شغلة وأنا دائما أقولها، شوف مرات يقولون اللي تشوفه من الناس أنت مجبر على أنه تسولفه. أنا أسولف على النقاط الإيجابية. في بعض الأحيان يطرق يقال سين كذا، لا أنت ما تعرفونه من قرب، ما تعرفون عن قرب. ممكن الجميل البيك متصالح ويا نفسك، إذا شاعر تحب قصيدة تقول والله قصيدة أنا أتمنى كاتبها. أي طبعًا ليش؟ لأنه أكو شيء كلش مهم. إحنا اليوم خلينا نقيس علينا أنا وياك على علاقتنا الشخصية. صار لنا تقريبًا 5 سنوات نتنافس كشعراء وكمقدمين برامج. نعم. لا أنا قدرت أخذ من نجاحك شيء ولا تقدر تأخذ من نجاحي شيء. طبعًا. إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. نعم. أطلع أقول والله برنامج علي المنصوري على سبيل المثال ما حد يشوفه، من يجي واحد ورايا من يقلب بالميديا ويشوف أرقام قدامه ايش راح يقول عليه؟ راح يحس أكو ماكو مصداقية. بالضبط، ماكو مصداقية، شايف؟ فبالتالي إحنا نصالح ويا نفسنا، لأنه قبل ممكن كانت الفنانين بعيدين عن المجتمع مو باختلاط مباشر، اليوم كل شيء بالميديا واضح. صح صح صح. فأنت مجبر بأنه تنطي الناس حقوقه. جميل. لا انت من الناس اللي قلت لك من صالحين يا ذاتهم حتى ما يضم اخطائه، لانه احنا مو معصومين، متفقين؟ غير اذا اضم اخطائي طبعا متفقين. راح اعيدها، ما راح استفاد من هذا الشيء. جميل. انت يعني نقول لك على الخير وعلى البركه بالزواج يا حبيبي. فدوى قلبك. اي والله العظيم يعزك ويسلمك وفرحنا لك ان شاء الله يا ربي. هذا العش مليان سعادة. الله يحفظك وأمان. ممكن تصحيح لتصريح بيوم من الأيام أنا صرحته، ما كنت أحكي ضد الزواج بالمجمل، بس كنت أحكي بأنه الإنسان لازم يفكر لهاي، يدرس لهاي الخطوة يا الله يخطيها. وتعرف أنا خطيت هاي الخطوة وأنا شوية مجال عملي مختلف، شايف؟ فبالتالي التزاماته هواية، مواعيده مختلفة، فلازم يكون كل اختيار على فد اساسات معينه. التصحيح بانه بيوم اللي تختار صح الزوجه اللي تناسب بيتك وافكارك وتوجهك وطموحك، اتوقع بانه راح تكون ساند مهم. مسيرتك مهم طبعا، جزئيه دعمك. اقول اجيك من المرض مهزوم، اشوف العافيه بلونك، صحيح مجرح ومتعوب بس ما خيب ظنونك. الله. وضمك سالفة بروحي وغطيك وتجين الناس أحكي وما يفهمونك، ومدد وقفة وأحلم بيك وأقعد
بس اللي يفسرون ما قدروا يفسرونك. عزيز العمر بس والله في الاسم ما يسوى من دونك. الله. وعزيز العين بس شد فيه إذا ما شافت عيونك. تعبت أربعينك رادوا يشوفوك وانت إنسان أخوتك ما يشوفون. لا يا ربك. أحبك من صدق والباقي كذابين، كل اللي حكوا وياك بالحب ما يحبونك. اليوم بصراحة حلقتك تختلف عن الضيوف اللي استضافيتهم. سبب أنه أنت بحلقتك جزئين، مقدم والشاعر، عافية عليك، جزء مهند العزاوي المقدم وجزء مهند العزاوي شاعر. بمن حاب تبلش؟ باللي تحبه أنت. المقدم اللي صار عليه هواية لغط وبعد هواية لغط. احنا يعني غالبا ما وانت سيد العارفين يقولون المقدم من يطرح سؤال هي مو وجهة نظره، ما يتبنى وجهة نظره. اكيد 100%. جيد. اكو رأي انه يقول مهند العزاوي كثير التنقل في البرامج الشعرية من مكان الى مكان اخر. اي والله صحيح. صحيح. بس ليش؟ يعني انا من واحد يكتب لي ليش يوم ويا برنامج؟ هو المفروض يعرف ليش هذا التنقل. مو قبل عفوا يقول لي مثلا مو هيش مهند ليش؟ لا انا اريد تجيني تقول لي شنو السبب على مود تفتهم. احنا اليوم نجيب ارقام مهمه طبعا، فبالتالي تحتاج لمكانتك ومكان ضيفك اللي جايك ووضع برنامجك، توقيت برنامجك، شكل برنامجك، كل هاي التفاصيل اذا اثرت عليك من بعد هاي المسيره مشكله طبعا. بس اليوم اقول للناس بانه المحطه اللي انا متواجد بها حاليا ان شاء الله اكو استقرار على مدى بعيد ان شاء الله، واكو دعم مشكورين عليه للامانه، وباقين فتره طويله ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ايضا يعني ما نقول اتهام، سؤال في كل، نقول استفهام. اي سؤال في كل. يقولون مهند يكرر الضيوف. يا ابوي والله طلابه هاي. هسه انت جبت شاعر، انت جاي تعاني كمقدم، ها؟ جدا جدا. قبل لا تجاوبني على هذا السؤال، من شنو تعاني؟ من الضغط، ضغط الناس، ضغط الشعراء، ضغط الاصدقاء، ضغط العلاقات. يتصلون عليك هواي؟ طبعا طبعا. أنا تليفوني ما يسكت خلاص. علاوي المشكلة. أنت مع لو ضد من يتصلون؟ يا مثلاً بركي طلعنا على المنصور يخو شاعر شاب وكذا. أكو فرق من واحد مو والله موضوع شائك هذا. يا أخي المادة، أنت بدل ما تقول لي طلع فلان، قل لي اسمع قصة فلان. أكو فرق عليه. زين بينك ما بين الله. أيه. راح تسمعها؟ أي والله. ها. إذا مو بالمطلق 100% علاوي، على موداني قلت لي بيني ما بين الله، على مود واحد يكون صادق بإجابته. الا اذا كان ظرف منعني تاجلها وبعدين نسيت بشر، ها ممكن صايره. ها ها ها. اي واحد ليش يكذب؟ شايف ممكن صايره، بس بالمجمل العام لا اسمعها. جيد. يعني ان الظرف انت خو ما محاسب عليه بالضبط. بس جيد. نرجع لتكرار. ليش تكرار يا اخي؟ طلع اليوم شاب يخبر جديد ويا علاوي حلقت حرقت الدنيا، وبعدين وين يطوجه؟ شو يسوي؟ بالمناسبه وجهه نظر سديده، بس اكو وجهه نظر يمها. وين يروح؟ انا بالنسبه لي انا طلعت بالبدايه باربع خمس ست برامج، يلا العالم حفظت شكلي. زين من طلع الشاعر ونجح ليش دنعوفه؟ ليش منعزز نجاحه؟ بس أريد أفتهم. هو إحنا مو مسادين الباب بوجه الظهور الأول أبدا. بس أنا من يجيني يقول لي فلان ذاك اليوم طلع، وإذا طلع يا أبوي أو أكو شاعر هسه بينا إحنا بجيلنا علاوي طالع لقاء ولقاءين؟ لا ما صح لو أنا غلطان؟ ما صح. وخاصة من بعد نجاحنا الأول، أول قصيدة خلينا نقول نجحت، توالت علينا اللقاءات. هذا واقع حال. صح. فبالتالي أنا من باب التعزيز البصري للإنسان. بس مهند حتى أكون صادق وياك. أي. حتى أكون صادق وياك، أكو رأي آخر قلت لك رأيك محترم جدا زين. بس أكو رأي جانبه يقول يابا أنت انطيت فرصة ونجح سين. أي. وسين لقفت المنتديات زين. والمهرجانات زين. وكذا. أكو فرصة لصاد
حتى ما واصل صادها موجود. لا بس الموضوع نسبي مو بيني وبينك خلينا نسولف بمصداقية عالية. البرنامج أي برنامج شعري لو ياخذ شعراء لمحافظة واحدة 5 سنين ما يكفيهم صح لو خطأ. مو أنت إذا قلت خلينا نحكي بصراحة فأنا أفتح الصراحة لا على مصراعيها. مو كلش مو كلش أنا أدري بك شوية أطول بايسك اليوم. اليوم. اليوم اليوم أنت كعلي المنصوري ما مطالب بنجاح معين من قبل المؤسسة اللي أنت موجود بيها 100% فدوى لقلبك. ترى بالمناسبة هاي المغالطة كانت بس حاليا موجودة عند الشعراء كلهم يعرفونها. أنا راح يقولوا لي أنا شخصيا هسه والله أنا راح نتفق 100% برأيك الناس دول اللي يدورون أخطاء جيد ما راح يقولون إيش دعوة بطلع المهند العزاوي راح يقولون له لا بالضبط. بس بيني وبينك أنا برنامج اليوم محتاج مهند وهذه برنامجي بحلقتنا اللي كانت قبل فترة كنت محتاج عليه عليك نور. فبالتالي إنه أنا أحتاج مهند وجه إعلامي شوف الحوار أنا ما متكلف وحتى الشاب من يجي يستفاد لأنه البرنامج مؤسس صح عليك نور أكون نجاحات محققهن من خلال سين وصاد وكاف وعين يجي هم يستفاد عليك نور. حبيت الصراحة اللي دنحكي بها اليوم لطيفة مو أي. بس بالتالي يعني أنت مقصر بعدك لو حققت لا أنا مقصر طبعا وبحق الشعراء الشباب أي طبعا مقصر بسبب الوقت والظروف اللي حكينا عليها أبو الأكبر شعراء شباب يعني يراد جهد من عندنا أكبر عافية أي واقع عفية. حال من مهندها سوين أنت تعد روحك شاعر لو مصدر الحد قبل 6 أشهر أقل أني مصدر أكثر من ما أني شاعر يعني أنا من أنزل بيت إلي أو فتشي جديد لي قسما بالله ما بو أرقامه ولا أدري بي لكن أهتم بحلقة الجدقامة لا يفرحني نجاحه ولا يحزنني خلينا نقول فشله أنا مهتم شلون أجيب شاعر وينجح ينجح. بعدين اكتشفت يا بوقف أنت ترى موالد 91 مو 65 بعدك شاب بعدك أي. تقدر تكتب شايف فممكن بالفترة الأخيرة رجعت للكتابة فكرت بيها فكرت بجانب الكتابة. نزل الجديد أي. هاي الفترة المضت جيد. ايش قد بعد راح تنزل جديد هسه اليوم وياك شاد حيلك رجعت الواحد صعيد ها اي وياك جديد اليوم واقرا لك الجديد وان شاء الله بعد فترة كل قريبة ينزل جديد لطيف ان شاء الله. بالمناسبة هاي الحركة من تصير حلوة يصيرون الكل يكتبون بالضبط منافسة تصير مهند نزل لازم أنا نزل لازم فلان نزل لازم وصير حركة وبالتالي هي هاي المنافسة الشريفة واللطيفة جدا جدا. وأنا كنت كلش مفتقد رجوعي لهاي المنافسة أنا كنت بعيد كنت راح نسولف هواي بهذا الموضوع لا تفتح يلا هواي راح نسولف فيه أوكي. أريد نسمع أي نعد نقراها اللي نزلت قبل فترة بسيطة وأول مرة تقرأ برنامج تلفزيوني وتشرف طبعاً. أنا شرف. قصيدة مشكلة. أي وجع. تقول في ساعة مرات الإنسان من يكون مسامح يكون ما عنده غير خيار. كارثة كبيرة أي. شخص أنت تحبه بطريقة عظيمة ويخطأ خطأ لا يغتفر وما عندك خيار لا سامح كما عندك خيار أنت توصل للمرحلة هذه مشكلة تنجرح لأن سامحته توصل لمرحلة تتمنى طلع جانب السلبي البيك توصل لمرحلة تتندم لأنه أنت تحبه تتندم لأنه أنت زين أوف غريبة هاي المرحلة شخص يتندم لأنه هو جيد ما يريد يجرح
تتمنى بلحظة من اللحظات بأنه تجرح المقابل بس ما تقدر. الله. في ساعة متأخرة ثقبا بجوف الباخرة وحدي وتمضي رحلتي صوب اتجاه المقبرة. فاليوم ماتت قصتي بجراحها متأثرة. الله. هي الملامح بينت ما تريد مو ما تقدر. انت متعود تنخسر وانا متعود اخسر. وانا متعود اخسر من قلت لي مو نفس الدرب بلحظة. هي الملامح هي الملامح بينت ما تريد مو ما تقدر. انت متعود تنخسر وانا متعود اخسر من قلت لي مو نفس الدرب بساعتها جاوبتك صعب ما كنت خايف نفترق بس كنت خايف تعثر. اوصل الموت الله. وما تصل دمعه على خدك الاسمر وخلصت وعديت الصعب بس خايف من الاصعب. ممكن اشوفك تبتعد بس صعب اشوفك تنحب. اعظم قصص حب البشر ويا ابو الدم اللي يلعب. اوهلي يا ينعشق ينحب اكثر. بين الليالي المرعبه امضي بروح متعبه في غرفه باثاثها يعلو غبار الاتربه. بالامس كانت ضحكتي صوتا شجيا واضحا والناس فيها معجبه. واليوم يبدو انها لا تستمر وتختفي مثل الوعود الكاذبه. خلينا طيب خاطرك ما اريد اطيب جرحك. وامسح دمعتي وابتسم واحكي لي كلمة فرحك. راح ابقى ذاك اللي يفتقد ويتابعك وينصحك. ما اريد من عندك صلح وراح ابقى معتبرك ربح. واعشق ضحكتك حتى لو تقرب وصيتي وتضحك. انا اللي يطير من الفرح لو شاف ريشي بجنحك. اكبر وافرح وانغر. خليتني اتجنن هاي القصيده. انا لا طير من الفرح لو شاف ريشي بجنحك. يا اخي اكبر وافرح وانغر. خليتني بنار احترق ون الله ليش وفت حر. هام المواعيد وصدف ذابحني فقدان الشغف. شكلي افكاري شيبتي امراضي من عمر اكبر. كلش خسرتك من رحت لو ضال يمي ايش تخسر. وهذا الحكي اللي قلته شعر من يوصلك لا تنقهر اسمع ولا تتاثر. وما راح اتعبك لو عدت. انت متعود تنخسر وانا متعود اخسر. انا متعود اخسر. سلامتك يا رجل. عودة ميمونة بدول قلبك يا رجل. عودة ميمونة يا رجل. يا رجل عودة ميمونة يا رجل بدول قلبك. يا لا عودة ميمونة. الله عزك. هاي القصيدة للأمانة راح استعير تعليق في يوم من الأيام علقت عليه. ما قلت لك الله لأن حقيقة سافرت. الله يعزك. خلصت بدول قلبك. وهذا التصوير الكبير أبو الأكبر كبير والله. ناخذ فاصل. ناخذ فاصل. مشاهدينا الأكارم فاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الأفاضل البارت الثاني من حلقة هذا اليوم صراحة أحكي لكم إياها. شايف أنه من تبدي الحلقة لنهاية الحلقة بدون ما توقف. تعرفون السبب وين؟ أكو شغلة تعلمناها قبل وأنتم أسياد العارفين إن شاء الله. أكو شيء اسمه ملكة.
الملكة شنو؟ الملكة أنه أنا زيادة تمريني بنفس الشغلة صير عندي بسيطة وسهلة، مثل ما قال لك 2 في 2 قبل تقول لي 4، صارت عندك ملكة بحفظ جدول الضرب. الملكة بالتقديم وبسبب وجودك أمام الكاميرات دائما وأبدا، وإن شاء الله هذا النجم ما يطفح. الله يعزك ويسلمك في دواء قلبك. أنا بس أريد أعقب على جزئية مهمة، وماني ما أريد أخذك لغير مجال بالحوار بس باقي بقلبي. إيه. قسما بالله ممكن أنت مرتين وشاكر فضلك بأنه طرقت المفردة نجم. قسما بالله أنا مو أحس روحي مو نجم، أنا أحس روحي مو موجود. هاي شلون ما يقصوها خلي يقصوها، والمن ما يريدون يوصلوها خلي يوصلوها. نصيحة لكل واحد، لا يغرك بداية النجاح، لا تغرك بداية النجاح. الله الله يا أخي، والله انمرت قلبي على أسماء كنت بتوقع. والله والله نفس المعاناة أنا أبد حرامات. بقول لك والله مو أكو واحد يقول لك يحس روحه ما يعني مو كلش ذاك التأثير، مو كلش بالفورمة، لا قسما بالله أحس روحي ما موجود لحد هاي اللحظة. أنا خايف. هذا من تواضعك. خايف والله بدون تواضع، خايف. لا احنا همنا رأي، أنا دا أحكي عن وجهة نظري ورأيك. ما ترى مع راس أنت لك وجهة نظر وإحنا همنا وجهة نظر. خايف ورأيك. لأنه ما أريد أخذ وقت هواي بهاي الجزئية، بس نحكي بصراحة، نجاح يغيرك، تفكيرك، حالتك، حالتك المادية، المعنوية، الاجتماعية. أنا شخص رايد لكم تشوفون هذا النجاح اللي أنا شفته من أول ما تحس روحك نجم، هاي أول خطوة نحو الهبوط. أول ما يجيك الإحساس بأنه أنت بعد ما راح توقع، فتأكد بأنه هاي الخطوة اللي أنت راح توقع بها. طبعا هذا اللي التواصل هي بداية الفشل. هذا بالضبط الفكرة، هي بداية الفشل. أي خوي مهند العزاوي الأقرب القلبك الشاعر لو الإعلامي؟ شاعر. ها مرة من المرة أدى نمشي هاني رادة وفتيان بالكرادة داخل. تحية له، تحياتنا الأول. فأني شوف أنا دراما أكثر من ما أنا واقعي، نوبات تجيني أفكار امشي بيها وهذه. فش دا اقول له رائد انا راح اعوف الشعر خلاص، انا ما اتحمل هذا الضغط وهاي الامور، ما ادري شنو كان صاير بوقتها. فانا راح اغادر الشعر وراح اعتزل وهاي التفصيل وهاي الامور. نفس اللحظه شايف الكراده داخل رصيف تمشي بيه العالم. نعم. والسيارات طبقت علينا سياره مال عرس زفه، طبقت السياره هي مال عرس، فتحوا الباب نزل العريس والعروس، نزلوا من سيارتهم. الله باهوا علينا، قالوا احنا يعني ما مصدقين بيوم زواجنا راح نشوفكم اثنيناتكم تمشون سوا، فممكن ناخذ وياكم صوره؟ لا راح ابقى بشعر. فاخذوا الصوره، كان احساس عظيم طبعا. للامانه بمجرد ما راحوا ندى عليه رائد قال لي ها تعرف شعر؟ قلت له لا. طبعا الاليه اللي تختار بها ضيوف شنو هي؟ الشعر، قصيده. القصيده اللي بها شعر وبها وصول. اها اي اللي قابله تنجح. القصيده اللي ما تنجح ما تفيد شعرها، لا تفيدني ولا تفيد مؤسستي ولا تفيد شعرها ولا تفيد الشعر. انت تريد تصدر، صدر ثقافتك، بيئتك، مفرداتك، بغض النظر عن المفردات. ابو الاكبر اذا راجع عندنا قصائد ومفردات كل صعبه بس وصلت، لان كانت طريقتها بالكتابه. اخر مره سمع شعراء باليوتيوب على مود برنامجك؟ يعني قبل اسبوع او اقل. جيد. أيه. على مود البرنامج؟ أيه. على مود اسمع الشعر. اي على مود. أيه. استضيف اواكب. أسمع انا جاي اسولف من لانه انت مقدم حاليا. اي تفهمني شلون؟ لانه مقدم، انه مواكب، مواكب بالسمع. حاليا انا بدايه البرنامج، طبيعه الحال كل برنامج انطلق به انا حاطه 8 حلقات مسجله. أجل. شايف؟ يعني مو مسجلة بدماغي. نعم. فلان. نعم. فلان 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 فلان. نعم. شايف؟ فبهاي الفترة غالبا ما بسبب هاي الخبرة اللي صارت عندك، هذا التسجيل الفكري اللي سميته. أي. هذا راح ينجح بهالقد، تكون النسب مثل ما انت متوقعها.
يعني بنسبة 75%، وأنا أشوفها نسبة جيدة. جيدة جدا. أي أنا أشوفها جيدة جدا. جيدة جدا. أنت مبتعد عن المنصة. أي صار هواي. برأيك حالة صحية للشاعر؟ مو الكل شاعر. لا المهند. شوف أنا ما أخفيك سر، أنا مشتاق له. إيه هذا الحاج الصديق. يا أخي طلع من المنصة يشتاق لها لو ما أعرف شو يصير. المنصة فروسية. طبعاً. هي شيء في الجملة ما لهم علاقة بها الجمهور بصراحة. خيال. الناس اللي يسمعونها يقولون المنصة مثل المهرة تحتاج خيال. أي. من تقود جمهور بدون مؤثرات صوتية وموسيقى وهدوء شلون عندك سطوة تقدر تسكت الجمهور، شلون عندك سطوة تقدر تقنع الجمهور، الناس اللي فروسية بمعنى الكلمة. نعم. نعم. بس ليش مبتعد؟ احنا عندك نقطة طبعا، انت مشتاق لها وتحبها، زين ليش عايفها؟ ليش ما ترجع لها؟ اوف شوف المنصة لها جمهور خاص، الجمهور الخاص ايش قد من 10؟ 7 إلى 8. الجمهور الخاص اللي داش عليهم قصدك؟ لا جمهور المنصه. اي لا من اللي قاعدين مهرجان شعري. جيد. على سبيل المثال ايش قد بالمية من دول اللي هم الجمهور الخاص الذائقه اللي انا اريد احكي عليها؟ 7 إلى 10، يعني من جيد. كل 10 بيهم 7 من دول اللي انا قاعد احكي عليهم. انطباع الشخصي واراء الشخصيه اللي ما ماخذها من سند اكاديمي تأثري هيك شايف أخذت الشعر الأماكن كان المفروض ما يروح له. كنت أحكي واحد الضيوف ما أتذكر بالضبط وياه من كنت أحكي، قلت أنا أريد أعرف شغلة واحدة، أنت بدايتك مين خايف؟ ليش ما تنفرد؟ ليش ما تكتب لهم بس لك؟ مين خايف؟ أنت ما عندك جمهور تخسره، ما عندك مسؤولية. جرب جرب اكتب. أنا لو بال 2011 لو اول ما فكرت لا يحتسي خمرا نذا يومين ظل ما شايفك لا يشتعل كان العالم تضحك. ممكن غريب ماكو شيء، وين كنا احنا؟ تتذكر طريقه الكتابه شلون كانت؟ وانت جيت بلون كتبت اللغه النبطيه اول ما جيت، اكو جرأة بالطرح. اخت ما عندك شيء تخسره، انفرد. هاي التجمعات تقيد الشعراء، تعقد الموضوع. اي تخوفهم. انت بطبيعتك يعني تغادر ناس؟ كنت اشوف فيديو الممثله مصريه اسمها امينه خليل، قالت دا اسال حبيبي دا اقول له انت ليش ما تمسكت فيه؟ تقول فجاوبني قال لي انه ما شفتش تستحقين تمسك. اكو ناس ما يستحقون ان تتمسك بهم. انت غرقان، ان تريدني اني اجي اطلعك من المي، غير تمد لي ايدك يا اخي، غير تحاول توصل لي. انت شايف الخذلان من تتمسك بشخص هو ما مقيم هذا التمسك، ما مهتم له، ما شايف التمسك اصلا، فتغادر. الوجع هذا الشعور يا اخي، تغادر حفظا لما الوجه طبعا لما تبقى ايضا. بالضبط. يعني انت مشهد ماكو داعي نشوفه ونعيد. هاي جديدة، هاي جديدة. مشهد ماكو داعي نشوفه ونعيده، بعد لا بوس خده ولا أقود إيده. بيوت وعن نهر بس مو بنفس الصوب، كل من يشرب من الصفحة اللي تفيده. مشهد ماكو داعي نشوفه ونعيده، بعد لا بوس خده ولا أقود إيده. بيوته عن نهر بس مو بنفس الصوب، كل من يشرب من الصفحة لتفيده.
مثل ما عفت وجهه بنص هذاك الخير، مثل ما عاف وجهه بنص تجاعيده. المشاعر والرزق مو بيد ياهو تشان، بس اللي يتعب لهن ربك يزيد. بالله صحيح. مشهد ماكو داعي نشوفه ونعيده، بعد لا بوس خده ولا اقوديده، بيوته عن نهر بس مو بنفس الصوب، كل من يشربه من الصفحه لتفيده. المشاعر مثل ما عفت وجهه بنص هذاك الخير، مثل ما عاف وجهه بنص تجاعيده. المشاعر والرزق مو بيد ياهو تشان، الله، بس اللي يتعب لهن ربك يزيده. حفرت الحفره بيدي، وحافظ المدفون مثل ما حافظ الأب ضحكة وليده. هو إحساس يوصل مو بحاجة لصوت. حفرت الحفرة بيدي وحافظ المدفون مثل ما يضحك، مثل ما حافظ الأب ضحكة وليده. يا أخي هو إحساس يوصل مو بحاجة لصوت. سمعت بقلبي لما قال ما أريده، سمعته وقمت احس دموع عين ثقال. احجاية تطيح المقتول والكتال، الله، ومشت بي السنين بساعتين طوال. الله الله، مشت بي السنين بساعتين طوال. البشر بحجاية تتغير مواليده، الله، ومشاعر قلبه وأسلوبه وتقاليده. وعرفت المغزى من ذاك الهدوء، كان واضح بالرسائل وبمواعيده. ما حد ما يخاف يفزز العصفور، بس الجاي يمه ورايد يصيده. اي بالله، وش تغير بعد من مشهد تعيده؟ بعد لا بوس خده لا اقوديده، بيوته على النهر بس مو بنفس الصوت، كل من يشرب من الصفحة تفيده. انتهينا. اي. سلام. خلاص. بصورة عامة كل شيء بالدنيا أنت ممكن تبادر مرة ومرتين، ثالثة لا. أنت عفتهم خلاص؟ بعد ما أقول وصلت عبرة الحد، وبنيت بين روحي وبينهم سد. واضح الاختلاف بلون القلوب، جو صدورهم ومبين اسود، الاخضر واليبس والزين والشين، ما حاسب حساب شلون وش قد، صداقه وبالسجن بس اعبر الباب. شو تسوي؟ لا ارجع ولا اشتاق لحد. وقلبك يسمح لك لو ما له علاقه بهالموضوع؟ لازم يسمع. ها مو بكيفه؟ لازم يسمع. زين ليش؟ لأنك عاقل؟ مو بس ليش؟ 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 لأنه من سوء عاداتي، من سوء عاداتي ومن أخطائي، صدقي وصدق مشاعري ووفائي، ما أن يودعني المكينة مغادرا، ما عاد خيرا في المكان بغائي، طبع واحد ذكرياتك والسبي، اللي يروح لهن ركض يرجع حبي، مشتريك ومو بسعرك، ما ادري ليش والتقيت لك لا غشيم ولا غبي. لا اي، العنصر الاساسي اللي غشك شنو؟ اللي يغشني؟ اي العنصر اللي غشك بالشخص المقابل. الكلام اللي اسمع انا رجالي، صدق إذا هسه يجيني أي شخص يقول لي شفت جبل نازل نزل، قاعد أصدق فيه، ما أشوفك مبرر حتى يكذب عليه، وأصدق وأبني على هاي على هذا الكلام. طبعا هاي قبل موسى. ها هسه تغيرنا. إي هسه وما فارقت قرب الناس من عبثا. شلون؟ وما فارقت قرب الناس من عبثا. جيد. ولا أقوى على ملء الفراغات، لكن جرحا من الأحباب أقنعني
إن القريبين أولى بالخسارات، وما يعني خروج الروح إن خرجت، فهذا الموت لا يعني النهايات. بالله صحيح. فكم عندي من الأحياء أعرفهم، ولكني أعاملهم كأمواتي. الله. إن الحقيقة تبقى حب والدتي، وحب الناس في عيني خرافات. قلبك موجر. أي والله يا أخي. ناخذ فاصل. يلا. مشاهدينا الأكارم، فاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الأكارم، عدنا وياكم بالبارت الأخير من حلقة هذا اليوم، وبصراحة ما ودي تخلص الحلقة لأنه أكو سؤال ببالي، أنا متأكد مهند راح يجاوبه جواب صح يعني، وراح أتبنى هذا الجواب، أعتبره أنا مجاوبه. الناس تقول رأي، معقولة هذا الوجع كله؟ هذا النقطة الواضحة من المحيط. وما خفي كان أعظم. هو لو كل شيء كتب شعر أوف. أي. هذا الوجع كله لا لا لا، هو مستغرب أنه هذا الوجع هواي. لا هذا قليل، هذا ما يقارن. أكو مواقف تسمع بها صوت قلبك من ينكسر. أنت انصدمت؟ طبعاً خذلت، وهي حياتنا بصورة عامة يعني، أنا ما أريد أقول أنا واحد، بس حرفياً أكو مواقف تسمع وجعك، سامع بوجع ينسمع؟ إيه. تسمع. أنت منو يسمع شكواك؟ أني. آه ما عندك غير. أبداً. ممكن باللغام بين احكي، بس انا بالطبيعه ما احكي يعني، ما بيشي، بس ماكش ما بيشي يعني. هذا سؤالي على الشبيك، ما بيشي. لكن تظهر هالقصيده، اي جزء منها يظهر القصيده. اي تبين لك انه ما تقدر توصف كل شيء بالقصيده. طبعا ما تقدر. طبعا لانه اكو مواقف بالحياه صور شعريه، هي الموقف صوره شعريه. مهند الطموح كشاعر وين؟ كان بمرحلة معينة يشعر بالرضا، والآن لا، الآن يريد يوصل لأبعد نقطة من بقاع الأرض. الزلم تغار من الزلم؟ وجهة نظري رأيي؟ ايه؟ أنا ما حسيت بغيرة بيوم من الأيام. من تغار من قصيدة؟ ايه صدق؟ والله هواي قصائد. آخر رسالة اكتبها لك ما بيها كلمة فرحك بين الصراع المستمر ما بين صحتي وجرحك. أصلاً كريم. أي. ال 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 شوف في يوم من الأيام أنا وياك بلقاء وكانت علاقتنا مو قوية كلها. زين. ذكرتني بعصام كريم ألف تحية، لأن البارحة يمكن أو أولت البارحة ذاكرة ببيت، يطلع إن شاء الله هو يسمع يوصل له. قلت لي يا أخي أنت تصرفت وياه باللقاء تصرف غريب. قلت لك وهو قلت لي قريت وياي القصيدة، تذكر؟ أتذكر مالها شاي الدافي. عليك نور. قلت لك يا أخي أكو جملة أنا سامحها مو ماتي بس سامحها مساومن بها، تشذب على أي واحد بس لا تشذب على روحك. الله صحيح. صح؟ اي صح. تشذب على أي واحد بس لا تشذب على روحك. مو أنت مصالح نفسك مثل تقدمتني من البداية مصالح نفسك. تريد أقول لك أنه أنا ما سامح شاي الدافي لو ما حافظها؟ أنت مصالح ويا نفسك. ترتاح علي. طبعا. تستقر. تحس برضا. أي طبعا. طبعا تحس برضا، وهذا القلق والصراع يذيك ويوجعك. أنا راضي عن مهند المقدم بس ما راضي عن مهند الشاعر، بديت أعالج بهاي الفترة. هو حلو من دليت الجرح. أي طبعا دليت الجرح وبيت ليش تعالج. قصيدتين القادم أقوى إن شاء الله. إحنا مشكلتنا خاف يوم الأيام ما ندل الجرح وين. أي هنا تهت، هنا تيهت.
صح؟ هذا كان بيت المشكلة ما حافظه، بس تحياتنا للشاعر حسين الحاير. ألف تحية. إيه يقول إيش يخلي عند الأول شيء ال 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 الوجع شلون بالله؟ شلون الفكرة اللي قلتها عفوا؟ يعني قلت لك ما دام دلينا الجرح بالضبط. اي اي هو اي هاي فكرته نعالج. كانت فكرة البيت كان بيت كلش حلو والله. ألف تحية لحسين الذاكرة الشاعر مبدع وجميل. زين مهند بصراحة ال- 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 اليوم اليوم الوصول للشاعر الشاب صعب لو سهل؟ شنو يحتاج له؟ القصيدة اللي قريتها قبل شوية اللي هي بالمجمل 10 بيات 11 بيت كانت تقريبا 22 بيت دخولها اللي هو مشهد ماكو داعي نشوفه ونعيده. الثق بالله كان ريح مجنونة وغصن كلش ضعيف. بعدين صار شلون تقدر تخفى لنومك خفيف. بعدين صار اعتذر منك لين رديت لك مختنق. بعدين صار مو كل ما يجي ببالك من تكتب بإحساسك خلي عقلك ويل فكر هذب شيل. البيت اللي اتعب بالقصيدة اتعب اتعب كون تطلع بالجوجر نفس منها كاتب 7-8 دخولات 9-10 يلا استقريت على واحد كملت 22 بيت شلت 12 بيت من أدل غد أشذب. طبعا طبعا اكتب حاول تمسك العصا من النصب بين العقل والإحساس بين الذكاء والإحساس هيك اكتب رصها للقصيدة. شايف احنا نوبات نسمع قصائد بها بيئات تطلعك من الجو لا تجبرك قافية أبد لا تجبرك قافية انه تكتب فكرة ضعيفة والله على متوصل للقافية. بس هذا الحكي جزء الجمهور ما يفتهمه بالضبط بس الشعراء يفتهموه طبعا. تعدك قافية صعبة ومسخر الصدر ونص العجز على متوصل لكلمة بس بغض النظر عن الفكرة لا غلط ليش وما مجبور تكتب القافية الصعبة. هو مو استعراض الشعر مو استعراض لا مو استعراض مشاعر وحاسيس. واليوم أنا هذا السؤال سأله بس للأمانة كلش أحب أسأله هواي لأنه كل واحد له وجهة نظر بهذا السؤال. بس ركز وياي وياك. الشاعر يحتاج أكسسوارات القصيدة؟ طبعا طبعا الإلقاء من أهم أكسسوارات القصيدة. التوقيت من أهم أكسسوارات القصيدة. الموضوع من تصميم. أهم تصميم يعني هاي الريلزات والهذي والكذا وهذا غير نواكب غير نواكب يا علاوي يا حبيبي. بنشوف الدنيا احنا وين رايحين. احنا عايشين بغير كوكب لو هو بات الكوكب ما نزل كوكب. يعني سؤال آخر أنه القصيدة تحتاج إلى صالونات تجميل. لا شوف خلي نقول مركز عناية أحسن. مركز عناية هي مو تجميل وإنما أكو بيني وبينك التصميم جاي يطلعها بطريقة جميلة. طبعا عصري عصري يعني أخوي احنا بيوم من الأيام كانوا اللي نزل قصيدة بالفيسبوك ينتقدوه شاعر فيسبوك يقولوا له تذكر وما تذكر. نعم نعم ليش كلهم ينتقدوه بعدين صارت لا صارت رغما عاصروا الأحداث ويا الأحداث مشوا ماكو أي مشكلة بس خلي عندك ضوابط شعرية طبعا بس. شايف طبعا. وروح انشر وين ما يعجبك واكتب بالطريقه اللي تناسبك ما دام انت حافظ وزن وحافظ قافيه وموضوع ومقايل مفرده خادشه للحياه اكتب روح انتشر انجح الله يوفقك يا رب. كلهم بالقران اتمنى شكو شاعر شاب عنده بيت حلو الله يوفقه. وهم بالموضوع جزء بي من الانا ليش يا اخي اليوم احنا من اكو بس 4 أو 5 أو 3 العالم تمل. احنا محتاجين دماء جديدة ووجوه جديدة ونجوم جديدة وافكار جديدة وافاق جديدة كلها محتاجها واراء جديدة ومن الجانب الانساني الثاني النجاح حلو. انت تعبان ادري انا يمكن التعبان بس مو سهل النجاح مو سهل حلو بس مو سهل فركز بتعبك ركز وين منو اكثر الناجحين عموم الحياة هو مو ناجح وفاشل بس احنا مجتمعاتنا
ما تعطيك الخيار بانه تفرغ نفسك للموهبه اللي تتحبها، فبالتالي تجبر انه تشتغل غير شغله او تروح بغير طريق فتفشل لانه انت ما تحبه، وتقصر باتجاه اللي تحبه. أي. وتقصر باتجاه اللي تحبه. احنا بمجتمعنا اللي يفرغ ويركز من اللي مشوا بالخط، انا اشوف الناجحين اكثر من الفاشلين بالمناسبه، من اللي الناس او الشباب بهاي الفتره تعبت، تعبوا. انا عاذر حتى اللي يجيني يحكي علي ويقول لي ليش ما مطلعنا بالبرنامج هو ما كاتب الوزن، ما حافظ لحد الان، والله عذره. انا لانه قبل احنا كنا نشوف اللي قدامنا تعبوا ويلا صاروا طبعا، فبالتالي احنا كنا متحضرين مسبقا بانه اكو سنين جايه مال تعب. هسه المعادله من تغيرت، قام اقرا القصيده صير نجم، شباب افكارهم صارت بيستعجال. بس هم بيني وبينك اكو في النقطه لطيفه، انا مو بصدد انصح ولا كذا، بس هو رايي انا التزم نفسي يا اخي، انا ما اكتب القصيده من اجل ايش قد راح يسمعوها. زين، انا اكتب القصيده من اجل القصيده. وين المشكله؟ مو انا اقول لك، خاف تقودني اراء الناس الى اعوف ضوابط القصيده. زين، ليش ما تقود انت؟ قربهم. جاي لك اذا نكتبها من اجل القصيده. احنا منتهين مع دعلاوي، احنا اذا نريد نكتب الشعر بس من اجل الناس نكتب مفردات ما انزل الله بها من سلطان. عفي عليك. ومواضيع ما انزل الله بها من سلطان. عفي عليك. لا، احنا بهاي الضوابط اللي عندنا. تفهم شلون؟ انا يعني خليني افكر انه انا مو شرط يا اخي اول قصيده اقراها لازم تشتهر. ولا شرط 20 قصيده اقراها لازم تشتهر. الوجه الثقيل بها ابو ذئب فصيح. بعدها اشهد قصيده غزل بها فصيح. بعدها سوالف عود قصيده فصيح وشعبي. حلو؟ بعدها العشاية الدافية النجاحات. لا، هو أنا دائما أقول النجاح، موضوع النجاح أشبه برامي السهم على هدف معين. أوكي؟ كل ما تكثر عدد السهام باتجاه هذا الهدف راح لازم تصيب. راح تصيب. بس أنت مش مرت لك سهم وتكثرت، والله ما صبت الهدف. أريد أقول كلمة من وجهة نظر مختلفة وهي تخصني شخصيا، يعني ما أطرح وجهة نظري وأسقطها على الناس. جملة لكل الشعراء الشباب اللي يريدون يصعدون، للأمانة أنتوا تشوفون نفسكم محتاجين مقدمين البرامج وهاي، لا، إحنا محتاجيكم أكثر من ما أنتم محتاجين. طبعاً إحنا محتاجين بهواي، بس أوصل لي صح. إيه طبعاً أوصل لي قصيدتك صح. هيك مفردة نقولها مو قدام الكاميرا، بس إحنا إن شاء الله متصالحين أنفسنا نقدر نقولها. أنا بدك بس تمد راسك. إي بس أوصل يمي. إي بس مد راسك. أوصل لي صح. الله شاهد. الله شاهد. قاعدة وضيوف هنا ناس ما تربطني بهم علاقة. صادق. بدن لا من والله بعيد ولا من قريب. والله صح. بس لأنه أبياته وصلتني. أنا أشهد. أوصل لي صح والله. يعني رب العالمين وأني أني وعلاوي هذا الموضوع راح أشمله بالموضوع. اذا رب العالمين قدرنا قد ما نقدر ما راح نقصر، بس اوصل لي صح، هذا اللي اريده. نعم، انا ما رايد منك هواي. نعم، وان شاء الله اشوف اليوم البرامج الشعريه، يعني الامانه المقدمين اللي بيها زينين، ما جاي يستعرض على الضيف. واكو نقطه مهمه، انا اسف بس على اوصل هواي مطالع بلقائك هواي تفاصيل كلش اعتذر. خابرني احد الاصدقاء طارحين موضوع على شاعر معينة أو شاعرة معينة من بلد آخر يأخذون معها فلوس على مود يطلعوها ببرنامجي. تمام؟ جيد. أنا مهند العزاوي تحرم علي وعلى عائلتي على مود خاف يجوكم عالم وتأخذوها من عندي، يقولوا لكم نطلعكم بهذا البرنامج مقابل أموال معينة، انسوا هذا الموضوع. جميل. ولو بكنوز الدنيا كلها، فأي واحد يجيكم هذا كاذب. لا، هو على أجورة. واللي يجوي وحجوا بهذا الموضوع بدون ما أنا أعرف سهلة. الله يحاسبهم. أريد نختم. نختم. نختم بقصيدة أنا أحبها وحزين عليها، ما أحسها. أخذت جوها. أخذت جوها. راح أقول لك اسمين، تختار واحد معهم، لأن هن تقريبا نفس القصيدتين بنفس المكان. ودعتك لو تفارقنا. ودعتك. فودعتك لساني وقلب مبر العشق والذمة، ما دام مو نفس الحلم كل من يروح الحلم.
ما شفت منك بس حزن. ينفتح شباك السجن بس ما يفوت نسمة. الله، انت الكتاب الحافظه ولليوم ما مفتهمه. يا اخي ما اريد يبقى بخاطري وما اريد احس بذنبك، ومنيتي اوصل مرحله لا كرهك ولا احبك. انا اعشق بخوف وحرص، وما لا حتروح بشخص عدل احبك كلمه. فحقرا مقطع ومقطع، فتفارقنا وتاكدت الموت لا يلغي ولا نقدر نأخره، والوقت ما ينفهم يتقدم بغيبتك لو يرجع لي ورا. وش احكي لك على القلق؟ قلق والله. الليله المضت حسيت روحي طفل ومتيه بمقبره. يا اخي خايف اخسرك كنت، وتمنيت خايف اضل. ما ردت اصير بشر ما عنده شيء يخسره. الله، كون انت سلعه واظل اجمع لك وتنشر يل بالنفس تنذكر. ايش تستخدم انت عطر من شفي؟ هو المسح بس حفظت الذاكر. سلامتك يا حبيبي. من شفي هو المسح بس حفظت الذاكره. وشلون ذاكره يا اخي؟ تشلب بالاشياء اللي توجعك. اكو اشياء حلوه في حياتك تفوت الذاكره تروح بسرعه. يا اخي هل اكو مشكله ثانيه؟ احنا الاشياء الـ 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 السعيده ما نعيشها، ما نعيشها 100%، لكن الحزينه نعيشها 100% بكل تفاصيلها. بس هي المصيبه الذكريات، هواي يا ذكرى بغيابك اقدر انساها. اخذ صورتك واشمرها برا البيت، اول ما افوت قبالي القاها. تتسلل، خلص الاشياء اللي توجع تتسلل لك من طرق مثل النعاس. ما تعرف مين توجهك ما تدري. احنا يعني للأمانة هذا شايف أكو سفرة، لكن الطريق وعر. هي سفرة بس الطريق متعب متعب. أنا اليوم وياك بسفرة ببلم وبين الماي والخضار، الجو كله ممتع والغاية ممتعة. شكرا لك. أنا اللي كلش أشكرك، صار فترة طويلة ما طالع بلقاء. موجود اليوم ببرنامجك بكل فخر. اتمنى لك كل التوفيق. انت من الناس اللي معززين بداخلي مبدا المنافسه الشريفه. الله يسلمك. الله يوفقك. الله يعزك. برنامجك مهم. شكرا. تارس الميديا. شكرا. اكو شويه هيك شايف. يعني شويه تخبل. اي بالضبط. كل التوفيق. اخر كلمه تقولها للسيد المشاهد هذه كاميرا. يا رب ان شاء الله. انطلق انطلق انطلق. جزئيه كلش مهمه. ببدايه انا كلش احبكم. انتوا السند اللي من بعد رب العالمين. اللي ردت اقوله، اللايك والمشاهده مسؤوليه. انتوا جزء مهم بانه تدعمون الشباب اللي يستحقون بالوصول، تدعمون الماده اللي تستحق الوصول. لا تعطي هاي الدوسه لواحد ما يستحق، لا تعطي هاي الدوسه لواحد خادش للحياه. انتوا اساس نجاح كل موهبه بهذا البلد، وانا احبكم كل شيء. مشاهدينا الأكارم، وصلنا وياكم لختام حلقة هذا اليوم. شكرا للحبيب والشاعر الكبير والمهم مهند العزاوي، وشكرا لكم أنتم أيضا. كان معكم في الإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري. في أمان الله.